روما يوم 13 من مارس انتخب مجمع الكرادلة الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرغوليو بابا جديدا. وأطلق البابا على نفسه فرانسيس تيمنا بالقديس فرانسيس الأسيزي، مشددا على نيته في العمل من أجل كنيسة متواضعة تكافح من أجل الفقراء. بابا الكاثوليك كأمل للعالم. سكان أورموك في جزيرة ليتا الفلبينية كتبوا على الشارع مطالبين بالمساعدة بعد كارثة إعصار هايان الذي ضرب البلاد بداية نوفمبر الماضي، وذلك في أسوأ كارثة طبيعية تحل بالبلاد. وتسبب الإعصار بتشريد 5 ملايين نسمة وأودى بحياة 10 آلاف شخص. العالم تضامن مع المنكوبين، اتساهمت دول كثيرة في تأمين مآوي لهم. صور صادمة أيضاً. في 21 من أغسطس تعرضت الغوطة الشرقية بريف دمشق لقصف بالسلاح الكيماوي. فبعد 2.5 عامين من الحرب الأهلية أصبح المجتمع الدولي متفقاً على الأقل على نقطة واحدة، وهي ضرورة قيام النظام السوري بتدمير الأسلحة الكيماوية حتى منتصف العام المقبل. وفي ديسمبر رحل زعيم جنوب إفريقيا وأيقونة النضال ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا، فقد كان الماديبا كما كان يحلو لمواطني بلاده تسميته مستعداً للتضحية بكل شيء من أجل الحرية، وقد أصبح أول رئيس أسود للبلاد، وفي النهاية شيعه السود والبيض. فريق بايرن ميونخ تمكن في عام 2013 باعتلاء عرش كرة القدم محققاً اللقب في البطولات الثلاث، فبعد درع الدوري وكأس ألمانيا كلل بايرن الموسم بالفوز بكأس أبطال أوروبا. وبهذه الألقاب ازدادت قوة الفريق البافاري وأصبح خصماً صعباً لجميع الفرق في العام المقبل أيضاً.